أورد هذا الحديث عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى صاحب القرآن. والصحبة هنا هي بمعنى ما تقدم بالملازمة للقرآن تلاوة وعملا بالقرآن، يعطى صاحب القرآن يوم القيامة الملك بيمينه والخلد بشماله، أي أنه خلود في هذا الملك وفي هذا النعيم فلا موت، فيجعل له أي يجعلان له، يجعلان له ملك وخلود، ملك وخلود، فيعطى الملك ويعطى مع الملك الخلود، يعني خلود فلا موت في نعيم مقيم ولدة دائمة لا تنقطع لا مقطوعة ولا ممنوعة، ويوضع على رأسه تاج الوقار إظهارا لشرفه ومكانته وعلو شأنه، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني في حلتين في غاية الجودة والحسن والجمال، فيقولان بما كسين هذا؟ فيقال لهما بأخذ ولدكم القرآن. وهذا حقيقة مما يحفز الآباء والأمهات على العناية بأبنائهم بأن يكونوا من أهل القرآن، ليس بحفظه فقط، ليس بحفظه فقط بل بحفظه وأن يكون من العاملين به تأدبا بآداب القرآن وعملا بهداياته العظيمة. نعم.